رجل دولة، خطيب مفوه، كاتب قدير، بل وحتى رسام، قاد بلاده من حافة الهزيمة إلى النصر خلال الحرب العالمية الثانية، وكان رئيسا لوزراء بريطانيا مرتين. عمن نتحدث يا ترى؟ وينستون تشرشل. تحل ذكرى ميلاده في 30 نوفمبر، فوجدنا الفرصة مناسبة لنخبركم عنه وعن بعض المغامرات التي خاضها في شبابه قبل أن يقود البرلمان البريطاني في منتصف القرن الماضي. ولد تشرشل عام 1874 في قصر بيلنهايم بأكسفوردشاير في إنجلترا، وقد جاء من أصول أرستقراطية غنية. انضم للجيش البريطاني عام 1895 وسافر كجندي للعديد من البلدان، منها كوبا وأفغانستان ومصر وجنوب أفريقيا. من الحقائق الأقل شهرة عن تشرشل هي أنه كان أسير حرب في جنوب أفريقيا عند نهاية القرن 19، فقد سافر هناك عام 1899 في مهمة صحفية لتغطية الحرب الدائرة بين المستوطنين الإنجليز والهولنديين، وخلال عمله تعرض لكمين وتم حبسه في السجن. لكن تشرشل أذهل الجميع عندما تسلق جدار السجن وهرب، خاصة بعد أن تردد اثنان من زملائه السجناء بالعمل بخطته. من هناك هرب تشرشل إلى موزمبيق على متن قطار شحن، ومن ثم عاد إلى دياره بطلا محاطا بالشهرة. عام 1940 أصبح رئيس وزراء بريطانيا لمدة 5 أعوام، وشغل المنصب مرة أخرى عام 1951 4 سنوات، وقضى عددا من السنوات خلال تلك الفترة كوزير للدفاع كذلك. على مدار حياته كتب تشرشل مجلدات عديدة من الكتب تناول فيها تفاصيل تجاربه العسكرية في بلاد مختلفة، وتم نشر العديد من مؤلفاته عن الحرب العالمية الأولى والثانية. وبسبب كل هذه الإنجازات كان تشرشل رئيس الوزراء الوحيد الذي يحصل على جائزة نوبل الآداب منذ إنشائها عام 1901. اشتهر تشرشل بمساهمته الكبيرة في الحربين العالميتين الأولى وبالأخص الثانية، فعلى الرغم من مخاوفه من الشيوعية إلا أنه تحالف حينها مع الاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية وأنقذ بلاده من الهزيمة. ولكن بعد انتهاء الحرب تزايدت مخاوف تشرشل من أهداف الاتحاد السوفيتي، وأعلن في خطاب شهير له ألقاه في الولايات المتحدة عن ستارة حديدية انزلقت عبر القارة، في إشارة منه للخطر المستمر من الاتحاد السوفيتي. ومنذ ذلك الحين استخدم العديد من المسؤولين الغربيين عبارة الستار الحديدي عند حديثهم عن الاتحاد السوفيتي. برأيك هل كان تشرشل من الشخصيات المحبوبة في التاريخ البريطاني؟